اختتمت اليوم فعاليات الحزمة الخامسة والأخيرة من البرنامج الحقوقي التوعوي في المجال الدستوري وحقوق الإنسان للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، الذي هدف إلى تنمية الوعي بقيم المواطنة وحقوق الإنسان على المستويين الدستوري والقانوني وأهمية المساواة بين الرجل والمرأة. إيلاء الاهتمام الأكبر لتطبيق مفاهيم مبادئ المواطنة والمشاركة السياسية والاجتماعية الهادفة على أرض الواقع، أمر سيق إلى حدود الأحياز العملية عبر بوابة النسخة الثانية من برنامج حقوقي توعوي جال في محيط أساسيات العمل الدستوري وحقوق الإنسان، ليستهدف عدداً من موظفي المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وعمد إلى تنمية ثقافتهم وتعريفهم بالحقوق والواجبات الدستورية والقانونية والحقوقية وضوابط ممارستها كثوابت لا يمكن الخروج عن خط نهجها. التصويت فلا يجوز لأحد أن يعرف. هي رسالة توعوية للسادة والسيدات الحضور حول النظم الانتخابية وطريقة الانتخاب، وبالأخص على طرق الانتخاب في مملكة البحرين، وما إذا كان المشرع قد اختار نظام الانتخاب الفردي المباشر الحر كما نص عليه دستور مملكة البحرين. كل ذلك يتم في إطار شرح مبسط للسادة والسيدات الحضور. الغرض منه هو التوعية في مسيرة التوعية المتكاملة للانتخابات بصورة عامة. محاضرة تموضعت في مضامينها معادلات راسخة حاكت ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة كشريكين أساسيين في عملية التنمية، ودلالات أرخت الستار عن ذاتها لتكشف عن صواب الفكرة في تأسيس علاقة إيجابية من التعاون والتواصل بين المجتمع المدني والدولة كمسؤولة مباشرة عن شؤون الرعية وترتيب أحوالهم وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون، فضلا عن دورها الإيجابي في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوفهم بمعناها الشمولي. احنا اليوم في ختام الحزمة الخامسة والأخيرة من برنامج التوعوي في المجال الدستوري وحقوق الإنسان للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. المحاضرة راح يلقيها أستاذ فريد غازي، وهي بعنوان الديمقراطية وأنواع النظم السياسية، وراح تستهدف إن شاء الله موظفي وزارات الدولة والمجتمع المدني. خمس حزم تباينت بعناوينها لتجتمع عند محاور ترامت بأهدافها السياسية والحقوقية والإصلاحية، لتستقي معانيها من أحكام الدستور البحريني الواسع ومن مبادئ ميثاق العمل الوطني العظيم برسائله الوطنية. محاضرة تشهد نهاية الحزمة الخامسة من برنامج هدف طيلة فترات انعقاده إلى تحويل مفاهيم الديمقراطية السليمة إلى ممارسة عملية وسلوك يومي تمارسه جميع فئات المجتمع. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.